مخمرة وعتي لأمنا مبسوطة هلا؟ لا لا، شو هالقسوة كلها على بنتك ومشان شو بالله؟ مشان فتحية اللي كلها على بعضها شقفة خدامة؟ شقفة خدامة؟ وانت شقفت برا لميتك من الفقر والتعطير وعملتك بني آدمة، هلا برجعك مثل ما كنتي وباخد ست ستك. ايوة 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 هيك لكان. ايه لا ما حلو هالكلام يا رجال، ما حلو. على شو طالع خلقك؟ ترزومه؟ لأنه جبروتك انت وبنتك وصل للسما. عم تفهمي؟ لك وانت هلا لك شو بدي طلع بوشي ربت حيه بعد ما روحتي لابنا شلون؟ ابي والله العظيم ما كنت بعرف، لا حبله ما كنت بعرف. ما بتعرفي؟ مو مهم انك تعرفي، المهم شلون ضربتيها. لك ما في بدك لا شفاء ولا رحمه. اسفه يا ابي اسفه، والله العظيم ما عاد عيدها بحياتي كلها. لك شو بيفيد الاعتذار؟ لك انت قتلتي لابنا، بتعرفي انك قتلتي بني ادم، قتلتي روح. ايه بقى ابو وليد خلصنا، ما ضل غير تحط حبل المشنقة برقبة بنتك وتشنقها. لك انت لازمك شرق، انت تدفع حبل على رقبتك وتشرقي، عم تفهمي؟ الله يلعنك ويلعن هيكتر بهاي. وانت لك ماني عرفان شو بدي ارجع ربيكي، انا فرجيك انت وياها. المهم يا مختار، استسمحت من البخلوها ومن جوزها وطيبت خاطرهم وعطيتهم الفيل نصيب. الله يجزيك الخير، ما بتقصر لك ابو وليد ما بتقصر. تسلم يا مختار تسلم، بس اللي شاغل بالي شغله وحده، شلون بدي اعاقب لبنتي على الشيء اللي عملته مع المخلوقه هي. قصدك بدك تعمل لها درس ما تنساه بحياتها. اي بس ربيها فيه وخليها تعرف شلون تتعامل مع الناس باحترام وما تعتدي على حدا. يا سيدي هي بسيطه عندي. لك شلون بسيطه؟ اني من الصبح وانا عم فكر ما لقيت ولا شغله، شلون بدي اعاقبها ماني عارفه. اسمع لهلا، شو رايك؟ يا لطيف رقبتي شو عم توجعني، انكسر ظهري اليوم، يا الله انكسر ظهري. بتعرفي شو؟ والله اليوم لحتى حسيت بقيمتها لفتحيه. لا تجيبي لي سيرتها يا عمو، مالي طايقتها. ايه بس يا روحي البيت مأنشح يعني وطبخ ونفخ، انا ما عاد لي خلق عليه، شو نعمل يعني؟ لا تطلعي فيني، انا لا يمكن فوت على المطبخ خطوه. امي فوت عمران فوت. ايه فتت. لك وين هربتوا؟ تعوا تعرفوا على عريس القمر. تعوا. انا عريس القمر. واحلى عريس. ايه احلى عريس يا عمران. احلى عريس القمر. ايه فوت فوتي فوتي. اهلا وسهلا، نورت البيت بيتك، نورت البيت يا عروس. لك تفي لك تفي عليك وعلى هالبيت المنشح. ليكي ما رح احكي معي شي هالمره، بس لانك عروس جديده. لك بكرهك بكرهك وما بدي اياك. يعني ليش؟ مين قال انه انا بحبك وبدي اياكي؟ انا بحب اصلا بنت عمي وبدي جوازها، بس دفعوا لي مصاري كثير حقك، مشان هيك بس ربيكي من اول وجديد راح اتجوز بنت عمتي وبنت عمي وطلقك. لا لا ليش لطلقك؟ بجيبك تشتغلي خدامة تحت صرمايتها. لك الله لا يسامحك يا أبي، لك الله لا يسامحك على هالبلوة. يلا يلا وليه؟ يلا لا تعيطي، قومي بلشي تنظيف وتعزيل لهذا البيت. يلا بالله شو؟ لك إذا كل يوم بعزل وبنظف بهالخرابة ما رح تنضف. لا لا بدنا تنضف تنضف الخرابة وشوي شوي بصير منيحة. مو بس بدك تنظفي، بدك تطبخي لي وتعزلي وتعملي لي نفس أرجيلة قبل ما تفيقيني. والله شو؟ ليش كمان أبي دفع لك مصاري مشان تشغلني وتعذبني؟ ما 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 بيهمك،
بتعرفي هذا الشيء ما مالك علاقة بالحكي كلياته. يلا وليل العي من وشي يلا. لك يا ابن الحلال عروس انا، مو هيك العريس بيعامل عروسته مشان الله. انت فايته وعم تتنمردي علي. طيب خلاص من اليوم ورايح بصير بنتبه على كلامي. ايه بس مشان الله انا ما بعرف اشتغل شيء بالبيت، كان عندنا فتحيه، لا بعرف لا اطبخ ولا اكنس ولا اعزل، خليني ارتاح مشان الله. تتعلمي بس اليوم رح مرق لك اياها. فوتي للعيب من وجهي يلا. أحسن من ما كانت. قلت إيه إن شاء الله. لا تزعل عليها كتير، لا تزعل، كله لمصلحتها. بنتك تكبرت كتير وكان لازمها هذا الدرس. مظبوط، إن شاء الله بترجع لي مثل ما عم تقول وتكون صارت كتير منيحة إن شاء الله يا رب. وأمها شو وضعها؟ أمها الله يكون بعونها، لحتوها عم نطول عليها كل الوقت بتقلي شو هالعمران هذا، خايفه تشوفه. هي امها خايفه تشوفه، فشلون بنتي عايشه معه هلا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يقدم لي فيه الخير. اللهم امين، اللهم امين. لك بعد عني، بعد عني، اعمل لك قبر ربك، بعد عني. تعي ولي وين بدك تربي بنتي؟ بدك تحبس الحرام. تعي بدك تربي، تعي تعي عادي. اسمعي ولي، معك شهرين يا بينصلح حالك وبتعملي مثل ما بدنا سر مايتي، يا مبرور عند الشيخ بخليه يرفع عليك الحد. لا انا ارفع عليك يا ربي. دخيلك على هالبلوه انا منين اجتني يا الله. تفضل وليد، تفضل تفضل. شرف اخي ابو رجائي، شرف. وهي مرق شهرين وحسب ما حكى لي سهره انه بنتك رجعت احسن من ما كانت. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. بس والله والله قلبي نظيف عليها، ماني مصدق انت تشوفها. ولا يهمك، هلا بتشوفها وبتحضنها وبتحس بحنانها وبتحس انه هذا الدرس كان ضروري ولازم لها. ايوه الله يخلي لي اياك، هذا كله بفضلك اخي رجائي، بفضل نصائحك لي. الحمد لله. ولو يا ابو وليد، انت عزيز وغالي علي وبنتك مثل بنتي. الله يخلي لي اياك. الحمد لله كسبناها للبنت. ايه الحمد لله، الحمد لله كسبناها. الف الحمد لله. ايه والله. يلا يلا يلا، تعالوا نشوف، تعالوا معي ضيف غالي وعزيز كثير. يا الله مين بتشبه انت؟ مينو هان؟ شو يا قمر ما عرفتيني؟ انا جوزك عمران. مستحيل. هاد عمران ابن المختار ابو رجائي. نحلى الا لو يعمل فيكي هيك ويعمل حاله اجدب. بتعرفي ليش؟ مش هري ربيكي.
والله مو أنا القمر، أنت يلي طلعت مثل القمر. ما بك شي والله، صار عم تحكي شعر يا بنتي. اسمعي يا بنتي، لسه بدك يا الشاب؟ الشاب في عنده بيت كتير مرتب ومليان ومنتني، هو تاجر مثل حكايتي، مثلي مثله. كل هالمواصفات وعم بتعاملني بهالقسوة، طيب ليش؟ مو حرام عليك يا عمران؟ مشان نكمل حياتنا صح ونعيش عمرنا وانتي مثل النسمة، نظيفة وصافية وقلبك أبيض. وأنا صرت هيك، صدقني يا بي، أنا صرت وحدة تانية، والفضل كله لإلك ولعمران. لا، الفضل لعمك المختار أبو رجائي، لأنه هي بالأساس كانت فكرته. الله يرضى عليك يا بنتي، أنا كتير مبسوط إنك صرتي هيك وإنك تغيرتي. وأنا كمان تغيرت يا أبو الوليد، الله يوفقك تسامحني. خلص سامحني. نحن قسينا عليكم بس صرتوا أحسن. وبسامحك يا أم وليد بشرط واحد بس، إنك تطبخي لي. كوسة بحجي. شو؟ كوسة بحجي. لا لا والله ما حزرت يا أبو الوليد، الله يوفقك، بس هالمرة بس هالمرة مرق لي إياها، لأنه والله فارطة من التعب، انكسر ظهري. ابنك كترانه سهراته هالايام. شو بنا ابو ياسر؟ ابنك صار شب ولسه بدك تخاف عليه؟ صباح الخير. ولهلا قامتي عليك يا بني، شبه رجلك. لك خير شبك؟ والله يا بي وقعت امبارح انا وراجع من السهره. شلون وين؟ لك شلون ما بتخبرنا؟ فهمني. والله يا بي تفشكلت بحجر انا وراجع وقعت. تعال اخي تعال. لهلا قامتي عليك ان شاء الله على هالشوفه. كان المفروض فينا. شو بيعرفني يا بي، هيك صار والله. على قامتي عليك على هالشوفه، شو هاد شو هاد؟ اخي رايح اجيب لك كاسه شاي. لك وين رايحه؟ تعالي انا بروح. لا شحك عم تمشي مثل الحصان. عمل فينا مقلب ولا؟ مرقت عليكم والله، ما مرقت عليكم. بتضرب انت وهيك مزح. والله كان قلبي حاسسني انك عم تقارشني مقارشه. لك صرت قد الشنتير ولسه عم تعمل حركات قرعني عندي. شبنا ابو ياسين، ليش عم تضربه للصبي؟ ما بكفينا اللي فينا يعني؟ اتركه بحاله. بعدين يا ابي والله العظيم عم نمزح. شبنا تضرب انت وهالمزح السعيد ان شاء الله. لك الله يخلي لي اياك يا امو، بالله اماني اماني مو مهضوم. والله مهضوم، تقفرني تعال ابوسك. لا حول ولا قوة الا بالله. عفيفة وين كاسة الشاي تبعي؟ اي ما حزرت، روح لحالك جيب شاي، هي جكارة فيك. شخيلك شوي يا مو، والله مو مصدقة توصل على البيت. اسمعوا على هالحكي، تقولوا أنا بدي أتجوز مو هالبنت؟ يا مو داخلي أنا داخلي من نزة السوق اليوم والتاني. ما بيصير يا أمي، الله يرضى عليكي، بكرة بس نفرض هالجهاز قدام بيت حماكي، ما لازم يكون ناقصك ولا غرض، شو بدك الناس تاكل وشنا؟ طيب شو لسه ناقصنا؟ لسه هلا بدنا نروح نشتري قماش مشان تفصيلة الصباحية. يا إيه بس أم حسين الخياطة عم تشتغل لي لسه بفستان العرس. ليش شو ما في خياطة غير أم حسين؟ منلاقي خياطة تانية بتكمل لك باقي التفصيلات. طيب ماشي. السلام عليكم يا مو. أهلين يا مو، أهلين، الله يرضى عليك. ولك يا سير شو جابك لهون؟ ليش مالك بالدكانة مع أبوك؟ آخ يا مو، والله أبي صار بالبيت من زمان. ليش صار بالبيت؟ شو أخذوا على بكي؟ ما بعرف، فجأة داخ وما عاد حملوه رجلي، قلت وصلتوا على البيت. ولي هلا قامتي ان شاء الله عليه. امشي يا مو امشي لنشوف ابوكي. تعالوا تعالوا. عم بمزح معكم، وين رايحين؟ ولك يحموا قلبك مثل ما حميت لي قلبي على ابوك الهي. ولي على قامتك شو غليظ. لك شبكون شبكون يا مو، ابي ما في شيء وعين الله عليه مثل الحصان، بس انا اجيت اخذ صحن فول مدمس حاكم جعنا، وحضرتكم ما اعطيتونا صفر طاس اليوم. يلا روح اتحرك، خذ الفولات لابوك قوام قبل ما يموت من جوعه. بعدين بدكم تتعودوا هالكم يوم. شنو امي ما لها فاضيه تطبخ لك. ايوه كله مشان عرسك عفيفه خانو. يلا تحرك روح لعند ابوك خذ له الفولات بسرعه. امرك يا مو امرك. يا
عمو والله هذا الولد اخر شيء رح يجيب لنا اخرتنا انا وياكي. اسكتي انت الثانيه والله اخوكي مهضوم يقبرني ريتو. يلا سكري على وشك خلينا نروح على البيت. حاضر مشي يا عمو مشي. ياسر حابب نشرب الشاي من تحت دياته، بقول له لا يعني مثلا؟ وهي سويت لكم احلى كاسة شاي من بين ايدي. الله بيسلموا هالايدين. الله لا يوفقك على هالعملة، الله لا يوفقك. بدك تضرب على هالمزح ما اسألها، والله العظيم رعبتنا. لك شلون صفر وشها. العب خليتي. السلام عليكم عمي ابو ياسر. وعليكم السلام يا ميت اهلين بالحكيم، شرفوا تفضلوا. الله يخليك، بدنا نمشي بسرعه. لوين نمشي؟ بدنا نروح نشوف الحجه. حجه؟ اني حجه؟ بدنا نروح نشوف الحجه ام ياسر. شوف الحجه ام ياسر؟ شو الحجه ام ياسر فرجه؟ اعوذ بالله، مو هيك القصد، بس ابنك الله يخلي لك يا ياسر مر لعندي وقال لي انك بدك ياني مشان نروح عند الحجه لانها تعبانه. لا ياسر مرني يا بي. لك انت بكذب على الحكيم وقايل له انه امك مريضه؟ يا ابي شفتك ضجران ومالل، قلت لحالي بجيب لك الحكيم تتسلى معه. تسلاي؟ بس هالشي مو اسمه تسلاي لك عمي. الله لا يوفقك، لا تاخذنا مشان الله حكيم، حقك علينا، ابني هيك بحب يمزح يعني. بس هذا مو اسمه مزح عمي، تارك العالم بالخستخانه بدها تتعالج وجيت لعندكم ركيد. مشان الله لا تاخذنا، حقك على راسي من فوق. صار خير. خاطركم. السلام. الله معك، مع السلامة. السلام عليكم، الله معك حكيم، الله معك. يا ياسر لك بدك تضل مخجلني قدام العالم ولا؟ والله العظيم لك يا ابي شفتك ضجران قلت لحالي بروح جيب لك الحكيم. لك عملتني قد الكمشة قدام الرجال. يا ابي هو كمان بضله ماسك السلم بالعرض وماشي، شو عليها اذا اجى تسلاله معك شوي؟ اربط دخل عرفتك، روني لعبي خليتي. امرك يا ابي يلا. حقو عليك. صدقك من هون ورايح. يا مو عفيفة. حاضر يا مو. امسكي من ايدي، كملي هذا الشباك لروح ساوي انا الشباك الثاني. من عيونك. ويا العمى بسألك. يا مو عفيفة الله يرضى عليك، اطلعي على الاسطوح شقي على الغسيلات. حاضر يا مو. ايديك على هالعملة.
بين ايدينا ولا؟ والله العظيم يا ابي مسحه، بس سلعه مسحه ثقيله. ان شاء الله روح جيب لها الحكيمه بسرعه، لك البنت لا من تمها ولا من كمها. شبها بنتي، ليش ما عم تفتح عيونها؟ ليش ما عم تحكي؟ شبها ان شاء الله العمر لكم. لا ماتت العروس؟ لا لا تقول انه بنتي ماتت، لا تقول، لا تلهي ترعد من ايدينا. انا خيلك واعه كانت قويه وجسمها ما تحمرت. لا يا ولا، لا مشان الله يا ابي، مشان الله قولوا انكم عم تعملوا مالا، مشان الله حكي، مشان الله بوس ايدك، بوس ايدك قول انه مسحة. مرعت الغالية يا سرعت الغالية يا عم، انا لا عبد عليك، لا تنسي العروسة، لا تنسي رعت الغالية بني دينا بنتي. يا رب انا ولادي يا ربي دخيلك ما فرعت فيا لسه. لا تنسى العروس يا الله، لا تنسى العروس بنتي، بنتي. لك يا ميت اهلا وسهلا، نورتوا. بنمهلي حبيبتي، والله يا فتوني ما شاء الله عليك، هالهوايات عندي بترد الروح. اي والله والله بيتك بيسوى ألف أرض من هالأرض يلي عندي. لا هيك بدي أزعل منك، يعني قد ما كان بيتنا شرح اي والله ما في أحلى من هالهوايات. لك أنت بعينتك بتحبي لها مصاري. اي والله وحلمي يكون عندنا شقفة أرض نعيش فيها ونصيح. لك إن شاء الله بتقبشي قلبي شو ظريفة وبتدخلي على القلب. شو رأيك تقومي هيك تفرجي شوي على الأرض وتشقي لي عديك الطريقة؟ يلا يلا حبيبتي. لك أم وائل ما لك ناوية تجوزيها لرؤى؟ آه لك يا بنتي والله بدي أتجوزها، بس ما بدي أجيها عريس مثل العالم. هلا بيني وبينك حوالي شب بس ما له ساكن بالشام. يا لك وين ساكن؟ ساكن هون بأرض بكيوان، شب على كيف كيفك. وأنتي منين بتعرفيه؟ لك شو منين بعرفه؟ ابن عمتي حسنية الله يرحمها. بس ليكي شب مقطوع من شجرة، لا أب لا أم لا أخت لا عمي لا خال لا حدا. بيني وبينك عم حاول دور له على عروس مشان يستأنس معه، بقى فكري بالموضوع وردي لي خبر، وليكي كمان شب حليوة. طيب يا ما اختلفنا، عم تقولي انه الشب منيح وآدمي، بس كمان مقطوع من شجرة، يعني لا عنده لا أهل ولا أخوات، طيب مين بده يجي يطلب إيدي ويشوفني؟ والله يا بنتي ما في غير فاتن، بس بيني وبينك منيح لي ما عندك بيت أحمى، مرتاحة. ابني والله ما بعرف ما ارتحت إلا لهي فاتن. انت ما بتعرفيها منيح، بس لا تعرفيها منيح بتحبيها، بعدين لا تنسي جايبت لك عريس. طيب ان شاء الله. بتعرفي لك يا امي كثير 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 فرحانه لك، بس والله عاصصني قلبي لانه بدك تبعدي عني. لا ايها امي لا تزعلي، بوعدك كل كم يوم رح اجي واقضي عندك النهار كله، مو انت تكوني مبسوطه. ان شاء الله بتقبري قلبي، ربي يوفقك ويسعدك يا حق. ويخلي لي اياكي. امشي امشي يلا واستعوقونا امشي. يب. صباح الخير يا عروس. صباح الخير يا قمر. شو مفيقك من على بكرة الصبح؟ اه لساتك عروس؟ ما نمت اصلا. لا لا معناته الجو هون بالضيعة ما ناسبك، لانه هون برود كثير. بكره مع الوقت ان شاء الله بتتحولي. يا رب بخيلك يا رب. خير رؤى شو؟ انت ليش غشيتني؟ ليش ما قلت لي انك هيك؟ انا ما غشيتك ولا كذبت عليك. ليش فاتن بنت خالي ما خبرتكم؟ لا والله فاتن ما حكت لي عنك غير كل خير، وما في غير تحكي وتقول انك شب بتجنن وبتطير العقل وطول وبعرض واخلاقك حلوه، بس ما قالت لي انك افكح. باخذ على رجلي
ايه الناس اللي بتحبني هيك بتقلني، ما بيقولوا لي افكح، مش عم يجبروا بخاطري. لانه هي الشغله مو بايدي. هلا يمينها من هذا الموضوع. فاتن هي اللي بتحمل المسؤوليه، انا ما دخلت. انا والله ما علي حلاوه. شو زي هيك قالت لك مشان ما تقولي لا، مشان تقبلي بالجواز؟ على اساس هلا انا رح اقول ايه؟ ليك حسن، ما بني على باطل فهو باطل. شو بفهمني؟ انا ما عاد بدي كمل معك. بس أنا حسب خبرتي بالحياة إنه أنا أكبر منك بالعمر. أدي عندي شهر وأنا بعد شهر بإيدي برجعك لعند أهلي. ليش لحتى ما نروح اليوم؟ لأنه بالعادة الحرمة لما بتطلع من عند جوزها ثاني يوم بيكثر الحكي عليها، وأنا ما بدي حدا يحكي عليك. إيه وأنا ما بيهمني حكي الناس، بيهمني أكون مرتاحة وبس. أنا مش عسناتي، لأنه الناس بتصير بتقول عنك عايبة وأنت مانك عايبة. أنت شريفة، بنت قصب، بنت أصول، رباية. والله ما بيهون علي حدا يغلط عليك. اسمعي مني وخليني بعد شهر. أمري لو وقتها صرت عبرة وصرت آكل هم أي تصرف بدي أعمله. ليش؟ لأن وقتها فاتت أمي فجأة لعنا عند خفي، لقيتني عم بشرب تتون. تتون؟ لك إيه رفقاتي كانوا عاطيني إياها. عم أنا من رهبتي كبيت السيجارة على الأرض، عم احترقي شعلت النار. عم نكدت أمي صارت ترش مي، كل ما تحرش مي يزيد النار، كل ما ترش مي يزيد النار. ليه؟ مش ما احترقت أوصل لك شيء؟ لك الله وكيلك البيت كان راح فيها، كان شعل من اوله لاخره. طيب وابوك شو عمل؟ ابي امي كذبت عليه، قالت له انه هي الحريقه صارت لانه انا كنت عم شغل الصوبيا وقعت حطب على الارض. بس اكلت اكل. يعني ما نفدت من القتله؟ لا ما نفدت منها، بس قتلي عن قتله بتفرق. الله وكيلك ما تكون دريان اني عم بشرب تتون، ايه كان مسح رقبتي من شرشه. لهالدرجه ابوك كان صعب؟ هلا كان يبين عليه صعب. بس اللي كان يقرب منه وتعرف عليه كان يعرف انه قضي قلبه طيب كثير ورقيق كثير مثل ورق الشجر. مثلك يا عم. هلا انت هيك شايفتيني؟ بتعرف انا كثير جعت. ايه يلا يلا انا رايح جهز النار، انت بس شكي اللحمه بالسيخ. يلا روحي يلا يلا. الله يا الله يا رب. ليش مانك لابسة؟ مش ليش بدي البس؟ مشان اخذك عند اهلك. يلا فوتي البسي قوام يلا. ايه هلا صحيح انا مشتاقة لأمي كثير، لأنه الوقت اللي تجوزنا ما رحت شفتها، إيه بس مو جا على بالي روح اليوم، خلص بنخليها ليوم ثاني. مش هيك، بس نحن من أول يوم عرست جد اتفقنا بإنه بعد لك. حسن أنا ما بدي أطلق. أنا بدي أضل معها. ورجلي؟ ايه شو يعني عادي؟ هلا انت لو بدك تاخذي عليها كنتي من الاول سايرتيني، انا ما بدي اضغط عليك، خلص لا تحرجي حالك. كون كذابة إذا قلت لك إنه الموضوع رح يكون سهل بالنسبة لإلي، بس يعني كل شيء بهالدنيا عادي. ما بتعرف يمكن أنا بيوم من الأيام احتاج للعكازة.
بس يا ترى انت رح تتقبلني وقتها؟ اكيد رح اتقبلك. هلا صح انت حلوه وانا حبيتك وحبيت شكلك، بس انا كمان حبيتك من جوا، حبيت اخلاقي، حبيت تربيتك. انا كمان حاسه حالي اني بلشت اتعلق فيك وحبك، لهيك انا حابه اعطي حالي فرصه. ما بدي يجي يوم من الايام واندم على قرار انا ما كنت قده. طيب وامك شو بدك تقولي لها؟ تعرفت انه انا باخذ على رجلي؟ رح اقول لها اني انا عكازتك مثل ما هي كانت عكازة ابي طول العمر. وليش ما بدك تروحي بكره عن بارك تقوم صبحي؟ يو ما احلاني اروح لعند هالشرشوحه لشرنه. والله يا ام وداد، ام صبحي بحياتها ما قصرت مع حدا مع نسوان الحاره. شبنا ام مهدي، الناس مقامات، وانا مو من مقامي روح لعند وحده شرشوحه مثل ام صبحي. مثل ما بدك على راحتك. ام مهدي لا تزعلي مني، بس هديك المره وقت اللي رحنا لعندها فرطت من الضحك على حماتها، وبيني وبيني ما صدقت امتى طلعت من عندها. يو ليش شبه حماتها كمان؟ يو اعملي حالك مو عرفانه، ما شفتي شلون حنكة ملووق ولما بتاكل بتشط ريالتها؟ إيه قسماً بالله قرفت لي منافسي على هالشوفة. بس يا أختي هي حماتها مرة كبيرة، والسنة الماضية مسكينة اجتها لقوة على نص وشها، يعني هيك صار فيها، شو بيطلع بإيدها؟ هذا ابن الله. إيه هي إذا بتعرف حماتها هيك ليش لحتى تعزم الناس لعندها؟ الله يصلحنا ويهدينا ولا يعلق حدا بلسانك. اهلا وسهلا خالتي، تفضلي. يا ميت اهلا وسهلا فيك، تقبري قلبي على هالجمال ما شاء الله عليك. يسلموا ايديكي، شوفي لي هالجمال، شوفي لي هالدلال، اسم الله والقامه والحلاوه والنظافه والرتابه، وفوق منها بنت عيله كمان. تقبري قلبي. تقبريني، تقبري قلبي. ان شاء الله بتفرحي فيها يا رب الهي. امين يا رب العالمين. ولك ابو رافع يبعث لك 100 حمائي. الله يسامحك يا خانو، ليش هيك عم تدعي علي؟ تضرب انت وهالريحه، ليش هيك عم تجمع الوسخ قدام باب بيتي؟ اه؟ يا خانو والله مو انا، الوسخ من بالاول يعني هلا قلت لك اياه الارض قدام بيتي. لا تكذب، انا امبارح شفتك عم تجمع كل الوسخ هون قدام باب بيتي. وينك؟ اذا عملت هيك شغله مره ثانيه انا رايحه اشتكي عليك للكركون. لا يا خانو ببوس ايدك الله يستريك، يعني بيقلعوني من شغلي. هو خلص انا هلا بقلط لك قدام البيت قلط، ما بخلي لك خبره بنوف، تكرم عينك، واذا بدك بفوت بنظف لك بيتك كمان. ولي على قامتك ان شاء الله، شو تفوت تنظف لي بيتي مشان تنشح لي اياه؟ انت نظف هون قدام الباب واوعك توسخ لي باب بيتي، فهمت ولا ما فهمت؟ حاضر حاضر يا خانو. امي ليش هيك حكيتي مع الزلمه؟ شلون بدك يعني احكي معه؟ يعني والله كان فيك تحكي معه بطريقه الطف، رجال مسكين ومعتر. مسكين ومعتر؟ هو شغلته زبال يعني بلم زباله الناس، انا شو دخلني؟ بس هو بشر مثله مثلنا امي. اسكتي اسكتي لا تعطيني مواعظ هلا، يلا روحي انصفي لاقي لك شغله. سبحان الذي خلقك، مو ناقصني الا بنتي تعطيني دروس كمان. يا ميت اهلا وسهلا بام وداد وبنتها. بالمهلي خالي، بس ان شاء الله ما يكون اجينا بوقت غير مناسب يا ام ناجي. اعوذ بالله، بيتكم ومطرحكم. ان شاء الله بيسلم البيت واصحابه. بتصدقي انا وام مهدي كنا بسيرتك امبارح، قلت لها صار لها زمان ما اجت لعندي. ايه والله هيك يعني مثل ما تقولي، اليوم عم ينسرق سرقه ما في بركه منه. مظبوط. لا تشكيلي ببكيلك، بنت حماية صلى جمعة بالفرشة، بس أنا ما عم بيصح لي روح لعندها. بتصدقي؟ إيه بصدق، بصدق، إيه بصدق، بصدق. طب ليش عم تضحكي؟ في شي بيضحك؟ ضحكينا معي. لا تواخذينا خالتي مشان الله. هي أمي أكيد عم تتذكر شو صار معي وتضحك. ليش شو صار؟ أمي هذا يا ستي
نحن طلعنا من البيت وفجأة بوقع على وشي وأمي من وقتها ما عاد سكتت، كل ما تتذكر اللي صار معي تضحك، مو هيك أمي؟ سلامة قلبك. لك في حدا بالدنيا بتتمسخر على بنتها؟ إيه معك حق، معك حق، تقولي لي منازي، والله معك حق. اسربي قهوة، اسربي قهوة. أمي رح اسرب، والله رح اسرب. صحتين. على قلبك خالتي. دخليك وشو ضيافتكم ام صبحي؟ والله ضيافه وضيافه. قدموا لنا زبادي محلايه معبايه جوز هند وجوز، وبعدين جابوا لنا زبادي ملانه فستق، ايه بقى عرب اللي بيحبوا قلبك. بعد شوي قدموا لنا كراويه، وشو كراويه؟ تنشهى ملانه على وشها كل انواع القلوبات اللي بالدنيا. يو ما بهون شي، فاردين ايدهم هالمره. اي لك روحتي عليكي، والله شي مرتب وظريف. دخيلك انا هالروحات كلها مو جايه على بالي، بعدين بيني وبينك انا داخلي من نسوان الحاره. ودخلك؟ ليش شغلتوا معك نسوان الحاره؟ كل ما بروح وباخد بنتي معي الشاطره فيهم بدها تسالني عن وداد، امتى بدك تخطبيها وليش ما جوزتيها لهلا؟ اي والله معهم حق، وداد اللهم صلي على النبي بنت مثل القمر، ما في حدا بيشوفها ما بيتمناها لابنه. حبيبتي الغالي بده غالي، وانا ما رح اجوز بنتي جوازي شلون ما كان، ما رح اجوزها غير لواحد كامل مكمل. طيب هي خطبها ابن العطار وكامل مكمل ومعه مصاري، وبدال البيت عنده بيتين، ليش رفضتيه؟ لا حبيبتي أحول وأصلع. طيب وابن اللحة ما في شي ناقصه، ما شاء الله عليه، ليش رفضتوه؟ لا يو ما شفتي شلون زمك ومو طالع من الأرض؟ لا لا حبيبتي مخرج، مخرج بنو. سبحان الذي خلقك. طيب ابن الأنواتي من شو بيشكي؟ عين الله عليه، قبضاي وزقرت ومرتب. يو 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 ما شفتي أخته شلون مثل أطرميز مصر، لا رقبة ولا خصر؟ بعدين بخاف بنتي إذا تجوزته تجي بنتها مثل العمة، ما بيقول لك المثل خذوا البنات من صدور العمات. لك الله يهديكي إلهي، خليتي حدا ما عيبتي عليه؟ وينك؟ أنا بنتي كاملة ومكملة وما رح أجوزها غير جوازة محرزة. قولي إن شاء الله. نشف ريقي، ما بدك تضيفيني شي وقريضة؟ بلا، أي مساوي لك فنزان قهوة. قولي على قلبك ناجي، صرت تحكي مثلها. انعديتي. حكيم دخيلك، بنتي شو صاير معها؟ صراحة بنتك المستورة حالتها صعبة، مرتفعة حرارتها، وهذا أثر على راسها. شو يعني؟ شو قصدك حكيم فهمني؟ يعني بنتي صايبة حمى قوية وما عم يحملها راسها. ويا على قامتي على هالخبرية. حكيم خلينا ناخذها على الخستخانة أو على البيمارستان، كمان إذا بدك مناخدها على اسطنبول، المهم إنه بنتي تتعافى. صدقي ما هتستفادي شي، بدكم تتكلفوا على الفاضي. ليش هيك يا ربي؟
يلا عن اذنك اختي. الله معك يا حكي. تعال تعال يا بنتي. يا رب يا رب بنتي مالي غيرها تتعبي وتشفيها يا رب وتسامحني. هيك لكان مرضي تخطب بنتك؟ لكان أنا أم وداد على سن ورمح تيجي هاي الشرشوحة أم ناجي تخجلني؟ يلا طولي بالك مو حرزانة القصة. أنا اللي كان بيتي ما يفضى من الخطابين والعرسان هلأ عم اشتهي اندق بابي ولك صرت مشتهية يجي لبنتي أي عريس أعور أصلع أفكح أعرف المهم إنه يجي يا عريس. ما تزعلي مني الحق عليكي. وقت كان يتقدم لبنتك ولاد البقوات كنتي تتدللي عليهم وترفضيهم. المهدي بنتي حالتها من سيء لأسوأ وأنا بدي منك تساعدي. من عيوني بس قولي لي كيف. انتي داية الحارة ومن بيت شقاع لبيت رقاع دبري لها شي عريس لبنتي بركي يعني هيك بيتحسن مزاجها وبترجع بتضحك مثل الأول. بصراحة ما في حدا ببالي بنوب هلا. طيب وينك؟ أنا رضيانة بناجي ابن أم ناجي مع إنه بيقرط وماشي على جدبته بس ماشي الحال أنا رضيانة فيه. ابن أم ناجي خطب بنت النحاس أبو عيسى بتعرفيه وكتب كتابه الخميس الجاي. كمان؟ لكن شو مفكرة حبيبتي؟ كل الناس مثل حكايتك كل ما أجاهن عريس بتدللوا عليه وبيقلعوه. الله يسامحك شو روحتي عرسان من إيدها للبنت. المشكلة إنه حالتها يمكن تطول والحمى اللي على قامتي أثرت على رأسها يا أم نادي. يا ربي دخيلك منين إجتك هالمصيبة. يا ربي دخيلك منين إجتك هالمصيبة. كله بسببك يا مو كله بسببك. يا ما قلت لك ما تعيبي على حدا انت ما تردي علي. يا ما قلت لك ما تحطي حدا بذمتك انت ما تسمعيني. ضليتي تعيبي على العالم على هي قرعة وهي حولة وهذا صير وهذا طويل لحد ما الله عاقبك بأهل بيتك. لا يا مولا صدقيني أنا مالي ذنب اللي أنت فيه. بلا يا مو أنت السبب ضليتي تعيبي على العالم لحتى الله بلاكي فيني. الطازي يا مو الطازي ما حدا فات بيتنا يا مو واللي عم يجوا عم يضحكوا علي يا مو. دخيلك يا بنتي دخيلك تسامحيني. والله أنا مستعدة أعمل شيء لحتى تطيبي وترجعي مثل الأول. لك أنا بعطيكي عيوني بعطيكي قلبي المهم ترجعي مثل الأول وتطيبي. رب العالمين ما راح يسامحك يا مو إلا لتستغفري. يا رب يا رب دخيلك تسامحني. وإذا مشان حق الناس أنا راح أروح لعندهم وأطلب السماح منهم. يا ربي دخيلك تعافيني بنتي وتشفيها. هي ما لها ذنب اللي صار معها. انت غفور رحيم انت تسامحني وتعافيني بنتي. يا رب دخيلك دخيلك لا تنصصها بذنبي يا رب يا رب. يا حبيبتي يا رب. صباح الخير رب سمعوه. يا رجال ديروا بالكم عجابكم. نعم عمي شو بدك؟ ليش هيك عم تحكي؟ جاي اسألك إذا بلاقي عندك شغل. حبيبي ما بنشغل حرامية نحن عنا. الله يسامحك يا رب سمعوه. ماني حرامي أنا ماني حرامي. نعم شو كنت عم تعمل بالسجن يعني؟ عم تشم هوا؟ درمي عمي درمي. هات عمي هات.
لك روح عمي روح شوف غيري، ما بدي الزباين تهرب من عندي. وليش بدها تهرب الزباين من عندك؟ يعني اذا اشتغلت؟ شم ريحة كفك بتعرف. هيك عم تحكي يا ابو احمد؟ ماني حرامي انا، ماني حرامي. ايوه مالك حرامي عم بتقلي، ولك اذا معلمك ابو طلعت اللي كنت اشتغل تحت ايده سرقته. روح عمي روح يسا. الله يعفو عنا. جيتا عيونكم ما ضل حدا ما سرقنا. ليش عم تضربوا؟ يا بي شفته كان عم يسرق من الغلة. مزبوط هالحكي سعدو؟ والله معلمي كنت عم بتدين ما عم بسرق والله العظيم. يلي بده يتدين ما بيمد ايده على درج الغلة بدون ما يخبر معلمه. مزبوط معلم مزبوط. يا بي هي ما اسمها دينة، هي اسمها سرعة. طلعت اتركوا نلع من هون سعدو. يلا ما بدي اشوف وشك هون. هات نلع. يا بي ليش ما خليتني اخذه على الكراكون؟ ليش؟ ناقصنا فضايح؟ شو بدهم يقولوا عنا الناس والزباين؟ شغيلته حراميه؟ معك حق يا بي معك حق. يا خوفي نكون ظلمنا عزام، شفت مين الحرامي؟ يا بي انا طلعت الغله من جيبته انا. عزام من يوم يومه بيشتغل عندي، من وقت كان صغير. انا مربيه على ايدي، يعني بعمره كله ما مد ايده على الغله، بعدين انت دير بالك على غلتك. المال الداشر بيعلم الناس على السرقه. روح شوف شغلك. حاضر يا بي. وانت كمان لك سعده ضروري تخليه يشوفك. كنت استنى ليروح على الغداء بعدين بتسرقه من الغلة مثل العادة. لك افتكرته راح على البيت. فجأة طلالي مثل أبو المستعجل. لكن أنا اللي قاهرني الكفة اللي ضربني إياها على خليتي. بس ماشي دبارو عندي. هو شو بدك تساوي له يعني؟ ما أساسا ليش أنت قده؟ شو بدي ساوي له؟ والله لبوس وخسر ماري والله. أخي يمنا من هالموضوع هلا. نحن شو بدنا نساوي؟ منين بدنا نأمن حق البسط والكيف تبعنا؟ نرجع لشغلنا. شو قصدك السرقة؟ لا عمي لا، أساسا العين مفتحة علينا هالقد وأخي أنا بخاف ننكشف. هيك شو ننكشف ما ننكشف؟ أي سرقة بنساويها بنلزقها بعزام. عزام أخي صيته واصل، حرامي أبا عن جد. بعدين كان بالسجن الزلمة وهلا طلع. نستغل هاي القصة ونبلش شغل. ليش لا؟ ماشي ماشي يا طلعت أفندي. والله يا زعيم هذا عزام عم يغلط كثير وصار بده تقليع من حاله. يا شو عمل؟ والله اذا كان عامل شيء ردي لقلعه اليوم قبل بكره. لك يا اخي ما في غير السرقات عم تكتر. يعني انا عزام بعرفه منيح هالشغله هي ما عم تفوت بمخي. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هالشغله ما عم تفوت بمخي منو؟ يعني الزلمه غلط ان الله غفور رحيم. يعني معقول ولا محل عم يرضى يشغله عنده؟ شو القصة هي معقول؟ والله ما بعرف. خلينا ندرس موضوعه. إلا ما نلاقي له حل. شريف. تفضل سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا ابني. بتروح بتودي اختك صفيه لبيت عمتك ام صبري بالشاغور، وبترجع بتلاقي الحمل جاهز، بتاخده لابو جواد الدوماني، بتسلمه اياه وبتجيب حقه منه. ماشي يا بي، بس انا مشواري على دوما كتير بعيد، ويمكن ما ارجع للمسا. مين بده يجيب اختي صفيه يا بي من عم بيت عمتي؟ لا تاكل هم، انا بخليها بحده العربج يجيبها، رجال كبير وبيتامن عليه. اذا هيك بصير معناها رح روح خبره يجيب الحنطور لناح البيت. قول. شو مجنون انت؟ مجنون لك؟ شو عم تقول؟ شو اختفى؟ لا عمي لا، هي شغله كبيره ويمكن نروح فيها. لك لا كبيره ولا شيء، بعدين ما حدا رح يعرف. لك شلون ما حدا رح يعرف؟ ما المخلوقه اكيد رح يكون معها ابوها او اخوها. المره رح يكون معها ابو حده العربجي. هي ابو حده، ابو حده زلمه كبير. اخي اجيت معك، خطفناها، شو رح نساوي فيها؟ مجنون انت؟ لك بنت دلال وحلال وقناش ودهب، ولك دهب ايديها كلها دهب. لك وغير هيك يعني دهب وبسط، في احلى من البسط والدهب، وخصوصا بتكون اخته لطلعت. طلعت ايه؟ ما راح اسالك يا طلعت، راح اشوف شو بتساوي فيك وباختك. سعدو، انت متاكد انه ابوها واخوها مو جايين معها؟ شبك شبك جبنت، قلت لك هي وابو حده بس تتم حالك. يلا بسرعه، لكن اجوا اجوا اجوا. وقفوا لك، وقف. لك شلون خطفوها منك للبنت يا ابو حده؟ شلون؟ لك اتركوا خلينا نفهم شو القصة. احكي. والله ما بعرف يا معلم، كانوا ملتمين ومع السلاح. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو بدنا نعمل هلا يا بيه؟ لك مين انت؟ شو بدك مني؟ سعدو، شو بدنا نساوي هلا؟ هلا بدي اخذ الذهبات، وانت راقبني مكان منيح وغض نظر شوي. ايوه، شو مشاني انا؟ خلص بس لا اخلص شبك. شو يا حلوه؟ شو يا حلوه؟ بعد عني. بعد. شو ليك؟ بعد. بعد عني. بعد. صرامي. وديتك ولك. بعد. عم اقول لك بعد. تعال علي. لك سعدو مشان الله اتركني، انا بنت معلمك، مشان الله اتركني يا سعدو. قلت لك غض نظر، روح. اتركني يوفقك، اتركني. Thank you.
احنا لوين رايحين؟ لازم نخبر الزعيم والعقيد. يا ابي دخيلك لا والله لا اطلع بروحه. اخي واقف عزام دخلوا. مين لك دخلوا لك اختي؟ مين هدول الاندال؟ صعب دور فيه عزوك. كان بده ينتقم منك لانك ضربته الكف وقت كان عم يسرع من الغلي. والله لا اطلع بروحه. مشي الحال مشي الحال. يا ابي سعده هو يلي اتهم عزام بالسرقه وحط له المصاري بجيبته من دون ما يعرف. يا ابي عزام بريء. ما قصرت يا ابني، بريء عليك. سامحني يا ابني، انا غلطت بحقك لما صدقت هالواطي انك مديت ايدك على الغله. انا مستعد احلف قدام كل العالم انك انت بريء. سامح معلمي، سامح شو هالحكي. الله يسامح الجميع. وانا كمان عمي عزام بدي استسمح منك. الله يسامح الجميع. عزام، من بكره بترجع لناسك وحارتك، واللي بده يجيب سيرتك بالعاطل بده يحسب الله ما خلقه، ومن بكره بترجع لشغلك بالبوايكيه. العالم خد اختك على البيت وانا رايح اشوف العقيد والزعيم. ماشي روح يا ابني. تفرج قدامك. أنا كنت عم أركض ركض جامي يا جميلة لوكيلك. وليش عم تركضي خير؟ مين لاحقك؟ بدي أعرف الحقيقة. مرت أخي الكرنيبة الله ليه وجه لها الخير طلعت عقد الورثة من عند أهلها واشتريت بيت بالحارة التحتانية من شهرين وثلاث أيام ونص يوم. مو بس هيك، لك مأجرته بنص ليرة. بتعرفي شو يعني نص ليرة؟ عم تاخد كل شهر نص ليرة وشارطه على المستأجر. لو تصير تاخد ليرة كاملة كاملة بعد ست شهور أو بتقلعوا برا البيت، والمستأجر بيشتغل يجير عند الفوال يلي بالحارة ومتجوزه عنده ثلاث أولاد. وما عرفتي من إمتى متجوز؟ شو شايفتيني حشرية لأسأل من إمتى متجوز؟ لا أعوذ بالله، شو حشرية ما حشرية، حشاكي حشاكي. يلا. لا تفوت ابن عمي، عنا ضيوف. عن اذنك حبيبتي. اذنك معك. روح شوفي ابن عمك شو بده. خدي هدول وخبيهم فوق الذهبات اللي اعطيك اياهم. وان شاء الله رزق منيحه هالمره. 10 ذهبات. الحمد لله رب العالمين. بتعرفي شو؟ كام رزق مثل هدول بنحل كل امورنا. روح ان شاء الله يا سعيد، بتمسك لي ترابي بقلب بين ايديك ذهب يا حب. ان شاء الله. الله يسمع منك. يلا انا رايح على الشغل، بدك شيء مني؟ بدي السلامه. ميسره ابن عمي ميسره. بخاطري. مع السلامه. اعوذ بالله انه اكون رميت بلا واكون حشريه. انت بتعرفيني منيح ام جميل، بس انا ما فيني اشوف حدا عم يضحك على حدا بحبه وضلني ساكته. انت بتعرفي معزتك بقلبي بحبها كثير كثير. والله فيكي الخير يا شكريه، بس ما قلتي لي مين يلي عمل فيي هيك وضحك علي. سلفك سعيد ومرته الحربايه جميله. سلفي سعيد ومرته؟ ايه. شو عملوا؟ هاد مو من كم شهر سلفك سعيد دين كومة مصاري من جوزك مشان سد ديونه للتجار عساس بس يصير معه ويرد لك ياهم. مزبوط، بس عدم المؤاخذه يا شكريه، هي الشغله ما حدا بيعرف فيها غير نحن وهنن وبس. لك مو مهم كيف عرفت للخبريه، المهم انه سلفك من زمان مسدد ديونه للتجار، ومو بس هيك هلا عم يصمد مصاري ويحطهم فوق بعضه خبيهم وقط النوم. يا حما بقلبه. ليكي الواطي لسا من كم يوم اجى لعند جوزي وتدين منه هديك الحسبه، مع انه بيعرف وضعنا وبيعرف انه نحن عم نصمد هدول المصاري مشان جوازه ابننا جميل. شلون؟ تكون جوز ابنك جميل؟ يعني ليش لقيته العروس؟ معلوم. ليش ما خبرتك؟ لقيت له عروس غير شكل. ايوه؟ كيف شكلها؟ حلوه، بشعه، كبيره، صغيره، اهل اغنياء ولا فقر؟ احكي لي. يا ستي لقيت له عروس حلوه ما في احلى منها. بتقول له للقمر قوم لاقعد بمحلها. ايش بدي احكي لك؟ شو هالشعر اللي عليها؟ مثل شلال الحرير ولا هالعيون؟
بتذبح ذبح من جمالها وخدودها هيك عم تضوي ضوي من كتر مو حلوة وشفايفها مثل الكراز. هذا أول باشتان، وتاني باشتان هي العروس بنت عيلة كتير، بتكون بنت أخته للمختار أبو رسمي يلي بالحارة اللي مشقيتنا. ولمعلوماتك أبو رسمي بذات نفسه هو مربيها للبنت بعد ما ماتوا أمها وأبوها. وعلى علمك يعني أبو رسمي وعائلته كلها أولاد أصل وأكابر. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك شي فوقاني كتير كتير. أم جميل أنا تأخرت، وحدة داية روح زورة خاطرك. مع السلامة شكرية. اسمع سعيد، بدي أسألك سؤال وبتجاوبني عليه بكل صدق وبدون لف أو دوران. تفضل أخي، شو السؤال؟ أنت معك مصاري ذهب وعم تخبيهم مع حرمتك؟ جاوبني، قلي. مزبوط أخي، أنا عم صمد مصاري مع مرتي مشان أعطيك إياهم. وليش ما رجعت لي إياه ورجعت طلبت مني مصاري؟ أخي وقت جيت طلبت منك مصاري ما كان جايتني دفعت المصاري. وليش ما رجعت لي إياه؟ بصراحة أخي كنت بدي أجيب شوية أغراض للدكانة وقلت بباقي المصاري بعطيك إياهم. هالسلبة والبرابيك تلعبها على غيري مو علي. ليش هيك عم تحكي معي يا أخي؟ الله وكيلك عم بحكي لك مثل ما صار. لك الله لا يسامحك، الله لا يسامحك ولا يسمع عنك. لك خليتني بيه أحلى بيت عندي مشان تجوز ابني. لك الله لا يسامحك، الله لا يسامحك. تعي لهون ولي. لك تعي لهون، وين عم تطلعي؟ أبو جميل شو عرفه إنه أنا عم صمد معك مصاري؟ آه وأنا شو بيعرفني منين عرف؟ ولك شلون شو عرفه؟ ليش مين بيعرف الموضوع غيري وغيرك؟ آه مين؟ ما حدا بيعرف. شوف أنت لمين حاكي. ماشي أنا رح أعرف بطريقتي الخاصة، ويا ويلك وسواد ليلك إذا بعرف أنه أنت رح حاكي. فهمتي؟ إيه فهمت فهمت. آخ يا راسي، أرض بإسطنبول، أرضين هون، بيتين بالحارة، بيت بالحارة التحتانية، نص البواكية وثلاث دكاكين. آخ يا راسي، نيال قلبك يا جميل، نياله لقلبك. جميل يلي كان ينحلف براسه ينقل عني كلب مصاري، انا كلب مصاري، انا راقد ورا القرش. اعوذ بالله ابن عمي، ولك ريته يبلي لسانه بالقص يلي بيحكي عنك هيك حكي. يبلي لسانه بالقص على اساس مو عرفانه انه كل الامر اللي حط من وراكي انت. انا شو دخلني؟ لك شو دخلك؟ لك مو انت اللي جايبتي لهي مقصوفة الرقبة تفوت من بيت لبيت وتدعدش وتلقلق وتقول انه قديش ورثتها بنت المختار؟ أنا؟ لك أنا أنت؟ دلني مين هي لحتى روح كذبها بنص عينة؟ ما بعرفها منو هي. طيب أنا رح أعرف ورح حاسبها حساب عسير. ما رح يمشي الحال لأنه فاسد الخطبة وما عاد حدا يعطينا من ورا حضرتك وحضرة البنت. اسمعي أنت طالق وقت بدي أرجع ما بدي أشوفك هون بنوم. الله لا يوفقه، أبو جميل طلقني من تحت راسه. الله يخرب بيتهم مثل ما خربوا بيتي إلهي. الله يخرب بيتهم إلهي. والله يا أم جميل والله وبكسر لها أنه تضايقت عن اللي صار معك من صمصومه لقلبي. شنو أنا بحبك كتير أنت بتعرفي. ولك الله لا يوفقها اللي كانت السبب. الله لا يوفقها، الله ينتقم منها. يخرب بيتها شو شاضومة ما بتنبل الفولة بتمها، العمى بقلبها دغري بتروح بتوصل الحكي. الله شايفها إلهي، الله ينتقم منها. ما قدرتي تعرفي مين هي؟ لا والله ما قدرت، بس وينك؟ والله ما أشوفها لنتفها بسناني تنتيف. أي والله والله
والله والله واللي اسمه الله اذا بمسك اللي وقع بين جوزي واخوه اي والله لقوصه بين عيونه شنو من هداك اليوم جوزي مخاصيني ومفكر انه انا اللي حكيت إيه بس ما تواخذيني بهالكلمة جوزك كمان الحق عليه لكن معقول يجي مصاري هديك الحسبة وما يجي يرجع له المصاري لاخوه وهو بيعرف انه نحن بعازته لا وفوق هذا وكله بيجي بيتدين منه كمان الله وكيلك الله وكيلك كان بده يرجع المصاري وفوقهم حبة مسك كمان بس ايه هن الاخوه بيتصالحوا بين بعضهم شو بكونوا انت ام جميل ما بتلاقي الا هل ابو جميل فايت ومعه الشيخ مشان يردك عن حق شكريه قولي شكريه قالت ان شاء الله يا رب ان شاء الله من تمك لباب السماء ايه مالي مصدق ايه ما تخلص هالشغله حتى نصير من اغنى الناس رح نصير من اغنى الناس وخصوصي اذا المعلم اكل البيضه وترك لنا التاشيره كالعاده لك حتى لو ترك لنا التاشيره هذا الباشا يعني شغله بالمصاري والذهب والصياغه فهم بس هذا الباشا والشغل معه خطب مو مثل شغلنا العادي انت اللي فهم من هي الناحيه ما تاكل المعلم محطاط من كل شيء المعلم محطاط من كل شيء المعلم محطاط من كل شيء عم تقلي نحن وين نلتقى مو تحت التوته لما كان مثل العالم ما عم يلاقي نلتقى فيه ونضل تحت التوته اللي مقرش حالي كلها وسخ عاد تقلي معلم يا عم مين هدول عم لك قلبي ماله مرتاح ليكون قلبي ماله مرتاح انت بدك تضلك هيك هلا انت خلينا نخلص هي القصه وبس يصيروا معنا المصاري رح تنسى حليباتها للوالده اي والله واضح رح نسى حليباتها للوالده روح لك روح حتوته يلا وين التوتة؟ لك وين التوتة؟ توتة؟ هي التوتة؟ ايه؟ ليش عم يجتمعوه؟ شوفي كراكون شو سيدي؟ بص أنا مو عاملة شيء ولا كلمة وين بقيت أفراد العصابة اللي معي؟ عصابة شو سيدي؟ وين بقيت المسروقات؟ مسروقات شو سيدي؟ الله وكيلك أنا ما دخلني ولك شو ما دخلك؟ كمشناكي كمش اليد وبإيدك المسروقات تبع الباشا هدول سيدي الله وكيلك شو جاب اليوز باشي والعساكر لهو؟ باشي بأمان الله أيوة. رايح عند الذهبات لك هلا وقت الذهبات روح نملص عشان ما ياخذونا لك روح مين هالبنت؟ أنا جيت خليها تطلع براسها أحسن طخي 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 عم تطلع روح عند التوتة خذوها لوين سيدي؟ يلا سيدي أقسم بالله العظيم أنا ما عملت شيء سيدي